مسار الجديد هذا، هذه مبادرة وطنية ما فيها لا أحزاب، إيش معنى كل الأحزاب وتجديد وما تجديد، هذه مبادرة وطنية مبنية على معيار نخبوية عند المجتمع، نخبوية ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك. هنا في اللقاء الولائي الاول لمبادره المسار الجديد بولايه خشنا بلديه النحمل، مجموعه من الاساتذه الجامعيين، مجموعه من الاساتذه الاخرين، لانهم يشرحون مسؤوليتهم من اجل ان يستوعبها المواطن ويستوعب الشباب التغييرات التي حصلت على ستحصل على الدستور الجزائري. مجموعة من الشباب، من نخب شبانية، من أكاديميين، من دكاترة، يعني قررت أنها تعمل هذا التكوين، سمي بتكوين المسار الجديد. أول لقاء كنا في جزائر العاصمة، اليوم أنا في ولاية خنشلة المجاهدة في بلدية المحمل. اليوم هازين على عاتقنا مع بعض الأكاديميين والدكاترة شرح الدستور، يعني الوثيقة الأعلى والقانون الأساسي للدولة الجزائرية، شرحه عن طريق مختصين وتبيانه، يعني من أجل رفع الوعي لدى المواطن الخنشلي.